السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير، كلشي يكون على ما يرام. هاد النهار ان شاء الله هاد الفيديو هذا وهاد الحلقة غادي تكون سبيسيال باش نجاوب واحد السيد، هو من واحد الصحيفة، ولكن انا ما غاديش نذكر الصحيفة لان ما علاش، حيت واحد اللي خرج من ديك الصحيفة يهدر، دونك هو ما كيمثلش ديك الصحيفة بالنسبة لي، لان ديك الصحيفة هذيك كنعرفها متبعة شحال هذه، فيها ناس الله يعمرها داروا اكفاء، ويعني وبالخصال ديالي الحميدة الحمد لله والتربية الحسنة ديالي اللي تربيت في المسيد، ليديكاسيون ديال والديا مربي يعني مخلق، ودرت ما يزيد على 300 وزيادة ديال لي فيديو بخيسك 400. ما عمري سبيت شي واحد ولا جرحت شي واحد ولا قذفت شي واحد، صف دوك الناس اللي كيتعداو على الناس المجرمون كنسميهم بالاسماء ديالهم، انايا كنسبلهمش والديهم ولا نسبهم، يعني اسمي الاشياء بمسمياتها. انت يا سيدي اللي خرجتي والمهنه ديال الصحافه، انا غادي نوريكم حيت السميه ديالو شويه كومبليك، ما عرفتش كيفاش نقولها لكم، غادي نوريكم واحد المقطع ديال الاخر، راه داير السميه ديالي وداير، وتشوفوا السميه ديالو حيت السميه ديالو شويه قلت لك ما قدرتش باش نطقها. انت اللي كتخرج وكتهضر على واحد السيد هو عنده قناه كيهضر على المشاكل الاجتماعيه ديال الناس وكيعالج القضايا يعني السياسيه والاجتماعيه ديال البلاد ديالو ديال المغاربه بدون جرح ولا سب وبدون خلق الفتن. انا منين كنخرج كنهضر في لاشين ديالي ما كنديرش الفتنه ما بين المغاربه اللي انت درتيها دابا، هذيك كتسمى فتنه، والفتنه اشد من القتل، والطريقه باش كنتي كتهضر طريقه زنقاويه، يعني ماشي انت خرجتي باش تصلحني، انا خارج على الطريقه تخرج انت تصلحني، مثلا خصك تصلحني تخرج تهضر معايا فاس تقول لي داكشي اللي درتي اشنو توريني اشنو درت وشنو ما درتش، يعني فين كاين مكامن الخلل، ماشي تخرج نتايا كتقول بان انا سبيت هذيك البنت ناديه مسكينه الالمانيه وعيرتها، كتهضر بواحد الطريقه غير مفهومه. رجع لي فيديو ديالي شوفهم واسمعهم مزيان، انا ما عمري سبيت شي واحد من غير ناديه، ما عمر سبيت انا شي واحد، ما كنسبش الناس، انا كنخرج كنهضر على الحاله الاجتماعيه، على الحاله كنهضر، ما كنهضرش على الشخص، وديما كنقولها في الفيديو ديالي، انا ما خرجتش نهضر على ناديه كشخص، اكن لها كل الاحترام والتقدير، ورجع للفيديوهات السابقين ديالها وشوف شنو قلت، درت جوج الفيديوهات على ناديه انا، وقلت بان المغاربه كيحبوك وكيحترموك ونعاونوك، وحنا الا قلنا نعاونوك ماشي بالبلا بلا، حنا ماشي غنجيبو ناديه ونجلسوها بار اكزومبل حدانا ونبدا تخطب في سالي، نجمعوا الميكرو ونجمعوا الكاميرا ونقولوا لا الله يعاونك الله يسلم ونمشيو بحالاتنا. او موا اضعف الايمان، انا الا مشيت نهضر مع ناديه غنجبد شي بركه وغادي نعطيها لها في سبيل الله، ليها ولدوك الوليدات ديالها الا كانت محتاجه، كي كتقول هي هذا ما جاء على لسانها، هي قالت لك بان هي مسكينه راه محتاجه وكتعيش غير في بيت داكشي سابو دير، وكتطلب الناس يعاونوها لهاد الجاليه وكذا، هادشي اللي قالت هي وقلتي حتى نتايا خص الناس يعاونوها، سافو ديغ حنا الا قلنا نعاونوها غنعاونوها فري بالكلام وبيدينا غنعاونوها ونغيروا داكشي هذاك. خرجتي تنصح شي واحد ما تنصحوش بديك الطريقه، وانت قلتي انا عيرتها وصدقتي، انت طحتي في البيج، انت اللي عيرتيني وما كتعرفنيش اصلا، وانت اللي يعني كتزيدها وكتنفخها وكتقول لها اش خصها دير وهو راه دار وكذا وما خصوش يهضر عليك هكاك. رجع لي فيديو ديالي مازال موثقين مازالين في يوتيوب، شوف قلت انا على ناديه كان عاير انا حتى شي واحد، خرجت نهضر على الحاله الاجتماعيه قلت لكم، وقلت لك السي محمد ما كتعرفنيش مزيان ما معاشرش معايا، وكتقول لي انت ماشي راجل انت مشموت، طريقه زنقاوي واش الصحفي كيهضر بهذه الطريقه كيقول للناس انت مشموت، وانت خرجتي تعالج قضيه انت صحفي خصك تكون نزيه ومحايد نوتخ، الصحفي كيكون محايد ما كيزيد لا معادا لا معادا وما كيديرش الفتن ما بين المغاربه. انا ملي كنخرج في لاشين ديالي كنقول الناس الله يهديكم وتصلحوا بعضياتكم ما ديروش الفتنه وبلادنا زوينه ونقيه، انت خرجتي كتقول لها شي حوايج يعني خارجين على كيسميتو على نطاق يعني انت مغربيت كي كنقولوا، سافو دير اللي كيكون انسان مغربي وعنده الوطنيه والغيره على الوطن يصلح الامور بطريقه يعني لبقه بدون فتنه، وجادلهم بالتي هي احسن اللي ما درتيهاش انت معايا السي الصحفي، يعني الانسان خصو قبل ما يخرج كي قلت لكم يحل الكاميرا ويهضر مع الناس يفكر مزيان ويطريت ويقول اش يفكر اش غايقول، ماشي غير يخرج ويبدا يهضر
كان عليك ترجع لي فيديو ديالي بجوج اللي درت عليها وتسمعوه مزيان اش قلت. اصلا الهضره اللي كتقول انت مغالطات كتعطي للناس انا عايرتها، وقلت لك ما عمر عايرت شي واحد، رجعوا لي فيديو ديالي تشوفوهم. كتقول كان عاير، انا ما كان عايرش الناس، كنصلح ذات البين انايا، كنصلح الناس. وناديه الا كنت انا باغي نعاونها غادي نخرج وغادي نعاونها وغادي نقول لها خصني نعاونك وكذا، وراني ديجا قلت لك هضرت في الفيديو قلت وعطيتها اش خصها دير، راه عاونتها انا عطيت الداء والدواء، ماشي غير خرجت كنهضر عليها كنقول لها لا هذه ما خصكيش كذا امك ما كايناش. شوف اش قلت، رجع لي الفيديو ديالي السابقين، قلت بان من حقها تشوف امها با داكشي اللي دار ماشي تال تما، خصو يديها تشوف امها واخا تكون ملحده كما بغات تكون، ما قلتش انا ما خصهاش تشوف امها، وقلت خصنا نعاونوها راه قلتها. انت كتقول الناس مغالطات يا صاحبي، الله يهديك الله يهديك الله يهديك على راسك. قلت لك انا نسوبي متملق ولا زنديق ولا انسان زنقاوي ولا فاسد، انا ما كنسبش الناس، واخا خرجتي قلتي لي ماشي راجل وش ماتا، ولكن انا غادي نجاوبك بالخير ونضربك بالخير، حيت انا ما كنضربش الناس بالشر، حيت جدي الله يرحمه قال لي ديما ضرب الناس بالخير باش تربحهم. الا جيت ندير بحالك ونخرج هنا نسبك مثلا سابو دي غانا ما زايد عليك فوالو، انا وياك يعني بحال بحال، خصني نكون مميز. انت سبيتيني انا نجاوبك بلاتي هي احسن، باش تراجع نفسك وتفكر داكشي اللي قلتي. خير الكلام ما قل ودل اخوتي المغاربه، انا اختي ناديه انت كنعتبرك بحال الاخت ديالي، وراه قلتها في الفيديو السابقين ديالي، انا كنحترمك اكن لك كل الاحترام، ولا كنت خرجت وداك السيد كاين فخك وكيقول لك شي حاجه ما كايناش، كيقول لك بان قلت بان زعما كان كنتي في المانيا تكوني قلت وكان وكنتي شي حاجه ما كايناش اصلا في الواقع، كتهضر في الماضي وفي شي حاجه ما كايناش. صافي دغيا ملي كتهضر على شي شخص وكتقول هو انسان بار اكزومبل عنده اللحيه وكيصلي ومتقي الله ومؤمن وكان ديجا باه في المانيا وكان غيكون في المانيا، وكنتي خرجتي وما خرجتي كتهضر عليه كتقول بار اكزومبل هذا السيد هذا يعني، وكان كان في المانيا واش كان غيكون هكا مثلا، كطرح هذيك احتمالات وفرضيات. ما قلتش انا هي ناديه ديال دابا اللي كنشوفوا فيها، راه انسانه محترمه وانسانه يعني نزيهه بالنسبه ليا، علاش؟ لانما هي اللي خرجنا نهضر عليها وجاوباتني بكل احترام واقتدار، سبورتو كنحترمها. سمعوا هي اش قالت عليا في المنبر الصحفي ديال هذا السيد هذا، راه خرجوه هضروا عليا، هي جاوبات مسكينه يعني هي ما جرحتنيش، واخا انا هي اللي خرجت هضرت عليها، الان هي يعني المعنيه بالامر ماشي الصحابي، يعني الصحابي خصو يكون محايد، وخرجت وهضرت عليها مسكينه بالخير وقالت اخويا لكن انت كذا كذا ادسنس الله يجازيك بخير الله يربحك ما حسيتكش. انا والله ما على ادسنس خرجت كنهضر على الحاله ديالك اختي ناديه باش تكوني على علم بهذا، انا بغيت لك الخير وبغينا نلقاو لك الحل للمشكل ديالك والله يعاونك على المشكل ديالك. الا كنا غنخرجوا نهضروا على الحالات الاجتماعيه ونلقاو ناس اللي كيديروا لنا العصا في الرويضه وما كيبغيوهمش هادشي اللي كنديروا، وهما باغيين الناس يبقاو تائهين وتالفين في المشاكل ديالهم، فهادو ليسوا بمسلمين حقيقيين وماشي مغاربه، المغاربه ماشي هكا دايرين، المغربي خصو يعاون خوه المغربي ونتكاتفوا ويد في يد باش نلقاو الحل للمشاكل ديالنا، ماشي هكا كاينوا المغاربه. تخرج تسبني ونسبك، الحمد لله انايا مربي ولد الناس ومخلق، الله يخلينا ديما في صباغتنا وما عمرنا نجرحوا شي واحد ولا نديروا الفتنه في المغرب في البلاد ديالنا، حيت تما كلينا الخبز وشربنا الماء في ديك البلاد، وليتو شاديك البلاد حنا غادي نوقفوا معاه، لان بلادنا هذه كنغيروا عليها وكنغيروا على اي واحد تما في المغرب باش تعرفوا هذه القضيه، نحن وطنيون حتى النخاع. خير الكلام ما قل ودل اخوتي المغاربه، كنتمنى الرساله ديالي توصل لهذا الصحفي هذا، كنتمنى توصل الرساله ديالي ليه ويسلغ الكلام ديالي ويتسمط له مزيان. واختي ناديه كنبغيو لك غير الخير، الله يعاونك اختي في المشكل ديالك، وإلا كان شي حاجه حنا مرحبا نوقفوا معاك، صيفطي لنا عيطي لنا على الشين ديالي، خلي لي كومونتير انا كندخل كنشوف لي كومونتير، خلي لي نمرتك ونتواصل معاك. كان شي حاجه هنا في فرنسا ولا كذا ولا في استطاعتنا نديرو حتى شي حاجه، حتى في المانيا نمشيو اسيدي حتى المانيا نديو الدوسي ديالك لشي جمعيه ولا اللي كان، حيت الجمعيات اللي غادي يعاونوك قلت لك حيت ما عندكش ادله يعني ماديه في هذا المشكل، الجمعيات يعني هما اللي يعاونوك. تهلاو ليا في راسكم كنحبكم في الله، على بروشين فيديو ان شاء الله، هذه غير حلقه قلت لكم سبيسيال، الله يعاونكم، نهار سعيد للجميع.